السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي هو تحدي صعب جدا، لأنك أنت هتقارن بين الضبع المرقط أشرس الحيوانات ضد الليوبارد أكتر الحيوانات مهارة في الصيد. طلب المقارنة دي صدقنا ما بنقتلهوش، ويلا بينا هنبدأ. أولا هنبدأ نتكلم عن الضبع المرقط وهنسيب الليوبارد رقم 2. الضبع المرقط هو واحد من أقوى الحيوانات الأفريقية وأكترها قوة، وبيصل وزن الضباع ل 86 كيلو جرام. وعادة بقى الضباع الإناث في نوع الضبع المرقط هي اللي بتكون مسيطرة مش الذكر، وده والضباع بتصطاد النوى وبتصطاد الجاموس الأفريقي. وطبعا دي من مميزات الضبع إن هو عضة واحدة بس ممكن يقتل الجاموس الأفريقي. الضباع بتعيش في مجموعات طبعا على عكس الليوبارد، وبتعيش في مجموعات زي الأسود. وفي ناس بتعتقد إن هي نوع من فصيلة الكلبيات، لكن هو ملهوش دعوة أصلا بالكلبيات. السؤال المكتوب في العنوان: ليه الضباع بتتغذى على الجيف؟ لأنه لم يخلق الله شيئا عبثا. الحيوان الضبع كده بينظف الغابة، هو والنسر والصقر، لأنهم بينظفوا الغابة من الحيوانات الميتة. حيوان الليوبارد واحد من أقوى الحيوانات اللي موجودة على وجه الأرض، وهو واحد من السنوريات الأربعة اللي بينتمي طبعا لفصيلة القطط. على طول الليوبارد بيحب يصطاد الفرائس المتوسطة في الحجم، وممكن يرضى ساعات بالفرائس الصغيرة زي مثلا الظبي. وكمان هما بيصطادوا الأسماك بس مش بشكل دائم يعني، وبيطلعوا فوق الشجرة عشان يخبوا الفرائس من أي حيوانات مفترسة تانية. وهم يعني فرائسهم المفضلة دايما بتكون الغزال والبابون، وشوفنا قبل كده مقاطع ليهم كتير وهم بيصطادوا قرد البابون. الليوبارد حيوانات قوية وضخمة، ولكن هي حيوانات جبانة كالفهود. والآن ننتقل إلى المقارنة. أولا الحجم والوزن، يوصل وزن الضبع ل 86 كيلو جرام، وهو الحيوان العدو للأسد بشكل غير طبيعي، وهما بيصطادوا أسهل من الأسد. من ناحية بقى لما تيجي الوزن وحجم الليوبارد فوزنه 90 كيلو جرام، يعني الوزن متقارب بشكل كبير، فهيتحسب تعادل. تعالى بقى ننتقل لنقطة قوة العضة. بتوصل قوة عضة الليوبارد الأفريقي ل 140 كيلو جرام، بينما قوة عضة الضبع 489 كيلو جرام، تفوق الضبع في قوة العضة. ننتقل الآن لقوة المخالب. الضبع دايما بيكون مخالبه ضعيفة قدام أي حيوان، فعشان كده هيتفوق الليوبارد في قوة المخالب. أما عن السرعة، فسرعة الليوبارد 58 كيلو متر في الساعة، بينما سرعة الضبع 50 كيلو متر في الساعة، برضو تعادل في نقطة السرعة. وأخيرا التحليل والاستنتاج. الضبع بيتفوق في قوة العضة والبنية العضلية، والليوبارد متعادل مع الضبع في الحجم والسرعة لصالح الليوبارد. هي والمخالب، الليوبارد هيفوز بنسبة 49.4%، والضبع 50.6%. هيفوز بالمعركة دي الضبع. وأنت عزيزي المشاهد تعتقد من سيفوز؟ قولي لك يا عزيزي. قبل الخاتمة لا تنسى الضغط